أحس أنني كنت يعني أخلي الجميع، وهذا الله شاهد علي، وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا العمل ونكون أيوب. ألف هذا اسمي أيوب. أنا اسمي أيوب. أجل هنا أنا غادي نعطي لك السؤال، غادي نبدأ بالصديق ديالنا أيوب. ولا وماشي السروال، أنا غادي نعطي لك السؤال. أنا غادي نعطي لك سؤال بسؤال. أنا غادي نعطي لك السروال. لا أنا غادي نسول الصديق ديالي أيوب، غادي نعطيه واحد السؤال، أنت كذلك غادي نعطيك نفس السؤال، وإلا جاوبتي عليه أنت عمي صحيح غادي نعطي لك الجائزة. صدقوا عليا غادي نعطي الجائزة للأستاذ ديالي. السؤال الأول يكون ماذا تعطينا البقرة؟ الحليب. شنو هو؟ الحليب. ما سمعتش مزيان. الحليب. الجواب صحيح. الجواب خاطئ. صحيح. خاطئ. خاطئ. أستاذ خاطئ. أجي لهنا. علاش خاطئ؟ عندي الجواب صحيح. صديق ديالنا أيوب قال لك تعطينا البقرة الحليب. الجواب خاطئ. خاطئ؟ أه. يلا قول لي شنو كتعطينا البقرة؟ عندي الجواب صحيح. تعطينا البقرة النطحة. اش اللي لهنا الكسول؟ راه الصديق ديالي أيوب قال لي تعطينا البقرة الحليب. الحليب ديال الدليل. أنا عندي مستند لازم نوزع. زيد تفضل. تعطينا البقرة أيه. الحليب. الحليب. الزبدة. الزبدة. السمنة. السمنة. والعسل والمغربة. ها المغرب. اش اللي هنا؟ صدق على الصديق ديالي أيوب. بارك الله عليك، نتمنى لك التوفيق والنجاح ان شاء الله. شحال جبتي في الهديه؟ 8. بارك الله صبقوا عليه بحال هذا التلميذ. كيعجبوني الاطفال اللي مش مجتهدين، كيشجعوني نرجع لهم. انا مجتهد استاذ. السلام عليكم الاخوان والاخوات الحضور معنا كاملين بكم، تشرفوا هذا النهار كثير بالحضور ديالكم معنا. والشرف الاكبر ليا هو الحضور مع هاد البراعم الصغار وهاد الاطفال هادو اللي ليهم حنايا الناس الكبار اللي كنجريو ونخدموا ونشقاو باش نشوفوا هاد الفرحة على هاد الوجوه الصغار